مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، اشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي والحوثيين شرق العاصمة صنعاء. القوات العراقية تعثر على رفات نحو 140 مدنيا في مقبرتين جماعيتين قرب قضاء سنجار ذي الغالبية الأيزيدية، بينهم نساء وأطفال قتلوا على يد تنظيم داعش. أمريكا تدرس نشر دفاعات مضادة للصواريخ على الساحل الغربي. في أخبارنا المنوعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار أوكي الذي ضرب سريلانكا وجنوب الهند إلى 26 قتيلا و 11 مفقودا. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على ما يسمى بكارديا باند، وهو أول جهاز طبي لقراءة تخطيطات القلب مخصص لساعة أبل الذكية. الهوس بالتصوير وعرض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي يزيد الرغبة في السفر إلى مختلف بلدان العالم.